السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على قسم جديد في المركز اللغوي الامريكي اكادير اللي هو انجلش 101 خاص بالمبتدئين وشبه المبتدئين. غادي يمكنهم من التعرف على اساسيات اللغه الانجليزيه اللي كنستعملوا في الحياه اليوميه زياده على انشطه تواصليه. اللي كيميز هذا القسم هو ما فيش امتحانات. كنتسناكم مرحبا بكم في انجلش 101 في المركز اللغوي الامريكي باكادير.